بنتكلم عن صنف الريد جايدا. بالنسبة للصنف ومتحمل فيروس، عقد حراري طبعا، ما فيش كبسانة، انتاجية عالية. بنتكلم عن الريد جايدا، صنف زي ما انتم شايفين عقد حراري، متحمل نيماتودا، تحمل بياض دقيقي، طرح التزهير فيه محترم، مفيش تصيد في الزهر عندنا، نسبة انتاج عالية، في تجانس عالي في شكل الثمار وفي الأحجام،